خلينا نشوف باليوم الثاني للامتحانات الرسمية لطلاب الشهادة المتوسطة. مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، صباح الخير. صباح النور. يعطيك بونجور. العافية، بعرف ما رح ناخذ من وقتك كثير، أنت بجولة مع الطلاب وعلى المراكز. أول شيء يعطيكم العافية، رغم كل شيء صارت الامتحانات. أكيد هذا إصرار ولازم كانت تصير، نعم. الحمد لله. اليوم بأول نهار خرجوا الطلاب مبسوطين من الأسئلة أنه كانت هينة، اليوم شو الوضع؟ حيخرجوا مبسوطين أكثر. كثير حلو. هلا أستاذ عماد، بالنسبة للشهادة الثانوية، شهادة الصفوف النهائية، كمان رح تكون مثل الشهادة المتوسطة مراعيين ظروف الطلاب؟ أكيد كل طلابنا، إن كان الصف التاسع أو كان صف الثانوية العامة، نعم. كلهم قطعوا بزيادة الظروف، إن كان سنتين تعلم عن بعد، نعم. وإن كان إضرابات وانقطاع عن تدريس، كله أخذناه بعين الاعتبار، وبالتالي المسابقات حتكون كمان قريبة من الواقع وبتحكيهم. نعم، في دورة تانية. هي الدورة هاي اسمها الدورة العادية، الدورة الثانية دورة استثنائية بدها مجلس وزراء، بدنا بس نشوف. إجمالا إيه، بس إجمالا إيه بيكون في دورة طيب، استثنائية. امتى يتوقع انه تبدا؟ بلشوا يسالوا التلاميذ، امتى يتوقع تبدا النتائج بالظهور؟ لا لا تخلص الامتحانات هيك عدد. اليوم نعم، اليوم بخلصوا البرام بعد ما تخلص السباقات الامتحانات. نعم. تبع البروجي، وغدا يبدأ التصحيح. في مشاكل اليوم بشي مطرح؟ فيني اقول لك شغله يا استاذ نعم. عبدو، انه السنه ملفته جدا. اول شيء نسبه الحضور، لازم نشير الى انه عندنا 98% حضور من الطلاب. يعني كان عندنا 60,933 مرشح، غاب شي 1300 مرشح، هودي بالطلبات الحرة. نعم. وبالتالي ولا مرة صارت بتاريخ الشهادة اللبنانية يكون عندنا على نسبة الحضور حلو والمشاركة بالامتحانات الرسمية، وهذا دليل إيجابي إنه طلابنا كمان بحاجة ليقطعوا بهيك اختبار لنرجع نضخ الدم بشرايين التربية. استاذ عماد، في كثير اصوات طالبت بالغاء الشهاده المتوسطه. الموضوع جدل، ناس بدها تلغيها وناس بدها تخليها، بس نحن بظرف الشهاده المتوسطه لازم تضل لنقطع هالازمه، وبعدين نقعد ونتناقش على مدى جديه او جد وبقائها او الغائها. نحن بنقول لك يعطيك العافية، ما رح ناخذ كثير بقى من وقتك، بنقول لكم يعطيك العافية أنت وكل فريق الوزارة بنجاح هذه الامتحانات.